فنبتدي بالجيت. الجيت شلون بيكون طريقته؟ بروكم. بنكتب public. خب احنا قاعد نتعامل مع انواع اي، ممكن تكون integer, string, boolean اللي هو، فلازم نحط اي بعدين نحط get. زين خلينا نشوف في التوتوريال شلون وصف ال get. قال لي return the element of the list at the position given by index. نعطي index فيعطينا الكلمة اللي موجودة فيها الاندكس. تمام. فمثلا بنكتب هنا خب اكيد بيستخدم اندكس. فشنو بنقول له؟ بنقول له return the data، لان ليش دايركت اعطوني الاندكس، بعد انا ايش ابي اكثر. زين ف return data واخلي الاندكس. زين فخلنا نشيك البرنامج. نعطي الاندكس، مفترض شنو يعطيني؟ يعطيني الشيء اللي موجود. نقول لك get. زين خلنا نقول index 0، فيطبع لي بالضبط اللي موجود في الاندكس 0 اللي هو هاي. تمام. خلنا نحط اشياء غلط، مثلا مثل ما تشوفون الحين انا حطيت 3. زين ولكن ما عندي ما طلع لي شيء، يعني يوم شغلته طلع لي شنو؟ نل، انه فاضي. خلينا نقول ان انا ما ابي اطلع هاي لانه بيسوي لي يعني انه بيعرف انه ايش كثر سايز الداتا، بيقدر يحدد لي. زين فاذا واحد يبي يعني مثلا يهكر البرنامج او يشيره، زين صار عنده جلو انه اوكي انا عندي مجال في داتا هنا فاضي. بعدين شنو بيسوي؟ بيروح عليهم كل واحد، ف بيعرف ايش كثر حجم الاري. يعني مثلا بيروح 4. زين اذا راح 4 عطى ايرور، يقول ها اوكي على حجم الاندكس اللي موجود كم؟ 3، يعني اللينث ماله 4، لان اذا حطيت 4 واشتغل يعني 5. تمام فاهمين عليه شلون؟ لا فعلشان ما اعطي ثغره. زين فشنو مفترض احط له؟ شيء سيفتي اللي هو شنو؟ if statement. زين بقول له if index less than 0 او index greater or equal 5، شنو يصير؟ مفترض نقول له true. نيو عندي اكسبشن خاص حق الاري، شلون بنكتبه؟ اري اندكس اوت اوف بونز اكسبشن. بونز يعني العمود الفقري، بنكتب اري اندكس اوت اوف بونز اكسبشن. زين ونخلي الاندكس هني. الحين حتى لو خلينا نشوف، الحين حتى لو حط 3 هو اللي هو مفترض يعطيني النال، زين بيعطي اكسبشن، عطاء سيد اكسبشن. لا ان هاي انت قاعد شو اسمه اوت اوف رينج. زين فكذي دائما المعلومات بتكون محميه، ان اذا واحد حاول يتلاعب او شيء ان اكسبشن يوقفه. زين فالحين عرفنا اي مره بيدخل اليوزر هو الاندكس لازم نحط له سيفتي اللي هو اف ستيتمنت بهالكونديشن. مثل هاي عندنا في وين؟ في الاد. لو لاحظنا الاد مالنا ساعة، زين فيها اندكس صح؟
فمفترض شنو نحط له بعد نفس الكونديشن، تمام؟ فبصير هني افين، اف حق الاندكس والهاي. فأي شيء اليوزر هو بيحط الاندكس فلازم نحط له اف ستيتمنت، تمام؟ فالحين عندنا الجيت، الجيت بارز. فخلنا الحين نشوف الست. زين الست هو شنو؟ هو بيغير القيمة في المكان اللي موجود، اللي الاندكس فيه موجود. مثلا الحين خلينا نقول هاي في اندكس 0، صح؟ زين فانا ابي اغير هاي الى شيء ثاني. زين فهاي اي ميثود بيساعدني؟ الست. فشنو بنقول له؟ بنقول له public بيكون نوعيته اي. ليش اي؟ لان اذا مسحنا الداتا وغيرناها لازم نشوفها، نشوف شنو الداتا اللي راحت منها. زين يعني مثلا اذا نمسح صوره في التليفون فمو يطلع لي مسج يقول لي are you sure you want to delete the picture كذي، بعدها اقول لي yes or no، لان لازم اتاكد، لان اذا الداتا راحت مشكله ان شلون ارجعها بعدين. زين فبنقول له اي عشان نشوف الداتا اللي بتروح. بعدين set بنحتاج شغلتين في البراميتر اللي هم انتجر اندكس. زين طبعا لانه لازم نعرف في اي اندكس تبي تغير وشنو والاوبجكت الجديد. خلينا نقول هني اي نيو فاليو نشبكها لان صاير كوم. زين نيو فاليو اول خطوه بنسويها بنحط السيفتي، لان ليش؟ اليوزر هو بيحط لي الاندكس، احتمال يحط لي الاندكس غلط. ف بناخذ هاي الاف وبنحطها هنا، تمام؟ بعدين شنو ثاني خطوه؟ ان الداتا عشان ما يصير لها لوز نحطها في مكان temporary، نقول له ايه خلينا نسميها old value مثلا يا old data. equal the data ونعطي الindex اللي عطانا. زين بعدين شو نقول له؟ نقول له the data index يساوي new value. زين نقول له return old value لأن لازم الداتا اللي بتروح منها، تمام؟ هاي نسبة حق الست. خلينا نشيك الست على الكومبايلر. send it out نقول له list dot بناخذ اندكس، خلي الاندكس 0 من غيره. زين الى خلينا نقول شنو الداتا الجديدة مثلا hello guys، تمام؟ بنغيره الى هاي. وبعدين هاي شنو؟ هاي هني خلي بس نحط اشارة set index 0. زين بعدين خلينا نشوف شنو صار داخل الاندكس. نسوي لها get index 0. نقول list dot get 0، تمام؟ خلينا نحط هاي شوي تحت عشان أوضح. زين خلينا نشغل ونشوف. نحط يساوي ونحط هنا بعد يساوي عشان ما يلصقون.
مثل ما شفته قال لي هاي زين، بس سوى لي ريتيرن لانه لازم تشوفه. بعدين يوم قلت له جيت زين اعطاني هاي. لو تبون تشوفون زين خلو بس احط جيت قبل ما سوينا له سيت هني فوق زين، ونشغل البرنامج. شوف هني سوينا جيت في زيرو اعطاني هاي، بعدين سوينا السيت اعطاني الهاي نفسه، قال لي هاي اللي بتنمسح. بعدين يوم سوينا جيت مرة ثانية هاي جايز زين، فهاي السيت ميثود خلاص. خلينا نكتب بعد ميثود سهل خاصة لكم تو سترينج علشان نروح حق ريموف، وكذي خلصنا الكلاس كامل زين. تو سترينج، التو سترينج اوريدي مأخوذة من وين؟ من كلاس اوبجكت زين. فبنقول public string to string. ثم تشوفون هنا كاتب لي overwrites method in java lang object. زين شلون بنسوي السترينج؟ بنعرف اول شيء string زين، لان ليش كذا مرحله بيتمر على السترينج. خلا مثلا نسميه، هم سموه اس ار تي، ولكن خلا نسميه مثلا داتا ليست عشان يكون يعني واضح عن شنو قاعد نتكلم زين. بيكون نوعية سترينج بداية بنخليه شنو يساوي؟ يساوي قوس مفتوح زين. بعدين شنو بنشغل فور لوب، لأن ليش نبي نروح في الداتا وناخذ كل الإليمنت. بنقول له انتجر i equal 0 i size i plus plus زين. الحين شنو احنا هديت هاي القوس اللي فوق ما نبيه انه يروح، فشنو نبي نضيف عليه؟ شلون نضيف عليه؟ بنقول له data list plus equal هاي اختصار زين. بكتب لكم بالكومنت شنو معناتها plus equal ال الكلمة اللي بتطلع لي بالديتا بنحولها زين. اعتقد اوتوماتيك بتتحول. خلينا نشوف نقدر نستخدم get ونقدر نستخدم data. خلينا نستخدم data data ونحط هنا i، اوتوماتيك هي بتتحول الى string اعتقد زين. خلصنا اللوب، هاي هنا اللوب خلص. اخر شيء بنقول له بنضيف عليه تذكرة الاري زين. مفترض شنو شوي نسوي تعديلات هنا عشان لا يلصقوا في بعض، ونقدر نخلي اف ستيتمنت، ولكن انا ما ابي اعقد، انا كل ما ابي اعقد ابي اسهل الكود. مثلا نقدر نخلي سبيس هنا وفاصله زين. نقدر اخر مرحله ما نخلي فيها فاصله زين، عشان ليش؟ لان بيجي عقبها القوس، ولكن اف ستيتمنت ما بيعقد عليكم. لكن حق اللي يبغي بكتبها وبعدين بشيلها بمسحها زين. شنو معناه data list equal equal plus equal؟ معناتها كأني قاعد أقول data list equal data list plus زين الشيء الجديد اللي هو هاي the data اي والتكملة اللي وياهم اللي هو الفاصلة. كنا صاير كذي بالضبط، ولكن شنو اختصرنا. انا اشوف اشيل الديتا لان كلها ديتا ديتا واحد ممكن يتخربط، فنخليه بهالطريقة لست نسميه لست خلاص زين.
نقدر نخلي اف ستيتمنت زين علشان شنو الفاصلة ما تطلع في الأخير. خلي بوريكم شنو أقصد. مثلا آخر شيء الحين خلصنا شنو بنقول له، بنقول له return list. الليست اللي اشتغلنا عليه زين صار جملة كاملة. فالحين خلينا نشغله على الكومبايلر هني. طبعا بنحتاج system.out لأن هاي نوع الكاركتر. نقول له system.out list dot to string. مثل ما شفتوا طالي هاي وهلا وذي، ولكن آخر واحد هني بعد عطاني شنو فاصلة وما في شيء. علشان أحل هالمشكلة أقدر أخلي if statement زين، وخلنا نعدل هاي شوي إنه شنو نحط هني، نحط السبيس برا زين، نحط if statement إنه إذا وصل قبل الأخير ما يكون في فاصلة. يعني if i equal equal size minus one زين قبل الأخير لا، ف أو الأخير زين الأخير مو قبل الأخير لأن هني ما في يساوي يكون الأخير. زين شنو بيصير؟ بيصير هني بناخذ نفس الكلام اللي هني بالضبط، ولكن بنشيل الفاصلة بس بنحط سبيس. تمام هني بنقول له else. على فكرة لأنه صار كذا سطر زين فأحتاج أخلي بريسي. الأفضل يعني لأنه أبي أعرف وين في اللوك. لو لاحظتم ساعة زين قبل ما أكتب الإلس أعطاني هني أحمر، لأنه ليش طلع برا اللوك خلاص ضاع، افتكر ذي برا اللوك. لو حطيت ليست إلس صار عرف تعرف على الاي زين. فخلنا نشغل الحين. شوفوا اخر واحد ما في كوما اوكي زين، ولكن انا دائما ما افضل بهالطريقه. الواحد يمكن احتمال يتخربط فاحط اقواس، والاحسن شيء عقب القوس احط كوما انه هاي حق اللوب. كذي الواحد ما بيتخربط ويقدر يقرا الكود براحه. زين هاي تو سترينج خلصناه. زين خلينا نروح حق الريموت.